الحقيقة إن إحنا العنف النهاردة لو جينا نتكلم على إن النسبة 75%، فهو في الغالب عنف نفسي وليس عنف جسدي. يعني في الغالب العنف اللي بتتعرض ليه المرأة خارج المنزل هو عنف نفسي وليس عنف جسدي، يعني مش ضرب، مش تعذيب، مش الكلام ده، لكن هو من نتيجة لأن هي بتقع تحت ضغوط كتير جداً، وبتشوف حاجات زي التحرش، زي الإزاء اللفظي، زي التنمر، كل دي حاجات إن هي بتخلي في النسبة الخاصة بالعنف بتبقى عالية خارج المنزل أو في الشارع زي ما احنا بنقول. طيب النسبة إن هي 75% على فكرة، بس أنا عايزة أشير لحاجة، إن احنا لما دايما بيبقى في نسب ونقول إن 75 و80 و90 ده بيبقى من إجمالي العينة اللي طبقت عليها الدراسات، يعني مش دي عينة أخذت من المجتمع المصري. أنا يا دكتورة لو احنا تمام تقينا إن العينة دي 100 شخص، هيبقى عندي 100، هيبقى عندي 75 سيدة تعرضت للعنف. تمام، ودي نسبة مش بقليلة. ما أنا بقول لحضرتك إن النهاردة مثلا لو أنت ناجحة في الكارير بتاعك، وده جاز إحنا بنشوفه كلنا في الشغل بتاعنا، بتجدي برضو إن هناك مجموعة من الأحقاد، مجموعة من الضغائن، مجموعة من المنافسة، بتبدأ إن هي المنافسين دول يحطوك تحت ضغط نفسي وتحت ضغط عصبي وإزاء نفسي شديد، ده برضو شكل من أشكال عنف. بل إن في بعض الأحيان إن الإزاء في العمل أو في الشارع أو ما إلى ذلك بيبقى أحيان تشويه للسمعة. طبعاً تشويه سمعة المرأة ده أو تشويه سمعة أي إنسان ده شكل من أشكال الإزاء الخطير، لأن يعني أنا من أنصار إن الإزاء بالكلمة أصعب وأحد من الإزاء بالعصب. دايماً الكلمة بتسيب أثر في النفس أقوى من الضرب المبرح. لكن أسباب بقى الازدياد النهاردة العنف ضد المرأة، وانت حضرتك دلوقتي ذكرتي حادث مقتل نيرة وسلمة، حنا برجعوا لأساليب التنشئة اللي احنا بنربي عليها أولادنا. يعني حضرتك لو تتذكري كده واحنا في، يعني انا هديك انا مثال، مثلا واحنا في الجامعه كنا لما بنخرج دراسات ميدانيه كانوا زمايلنا اللي معانا في الجامعه بيبقوا ناس محترمه جدا، بيخافوا علينا، ما حدش بيجي ناحيتنا، بالعكس هم كانوا مصدر الحمايه. النهارده اللي بيحصل في الشارع، حتى لو الست بتستنجد بحد، ما بنلاقيش حد زي الاول ان هو يروح ان هو ينجدها او يدور عليها، ولا حد بيقول انت فين. يعني بتحسي ان في شكل من اشكال المبالاه داخل الشارع المصري النهارده. ما عادش فيه الاول زي الاول كده الشهامه اللي كانت موجوده في الشارع والناس تجري، بس مجرد ان انت، يعني زمان كانوا يقولوا لنا لو حد تعرض لك اصرخي. النهارده هي لو صرخت، لو استنجدت، لو عملت ايه، قلما تجدي حد ان هو يبقى فيه شكل من اشكال الشهامه او النخوه ان هو ينجدها. حادث مقتل نيرة وحادث مقتل سلمى، أنا بشوف إن في عيوب في التنشئة الاجتماعية، وشايفة إن غريزة حب التملك والسيطرة اللي بتبقى عند الولد أو عند الرجل في المرحلة العمرية دي أو الشاب في المرحلة العمرية دي كانت دفع خطير لي إن هو يوصل العنف معاه لحد القتل. لأن إحنا لو جينا نشوف الحادثتين، هي البنات رفضوا الارتباط بيهم، فكان رد فعله أنت ملكي، إزاي أن أنت ترفضيني، فوصل به الأمر إلى أن هو يرفض هذا الرفض، يقتلهم دكتورة دينا، يقتلوهم يعني. فدي برضو خليني التربية وأساليب التربية داخل المنزل جداً عليها عامل كبير جدا. ده في حالة نيرة. بجانب الحادثتين دول لو حضرتك تتبعتي الفترة اللي فاتت دي، إن إحنا هتلاقي عندنا برضو ناس قتلت واستشهدت نتيجة شهامتهم. كان في كذا حد أو كذا طالب أو كذا، يعني حد شباب صغير استنجدت بيهم بنات وتعرضوا لإزاء داخل الشارع، وراحوا الولاد دول دفعوا عنهم، وكان نتيجة أن الولاد دول ماتوا. فإحنا النهاردة العنف داخل في الشارع المصري أو داخل العمل، أنا نقدر نقول في الدرجة الأولى أن إحنا نرجعوا لأساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة.